في ناس كتير ومن زمان يعني عندها علاقة قوية جدا بالعطار حتى اللي عندهم في المنطقة، من منطلق ان هم بيتعاملوا مع الاعشاب على اعتبار ان هي شكل من اشكال الطب البديل. مظبوط. فهي ايه، لاي درجة فعلا تعتبر طب بديل، وهل لازم يكون التعامل معها برضو من خلال طبيب بشري مختص، ولا ممكن نكتفي بالكلام مع العطار؟ وخصوصا بان احنا بقينا بنشوف حتى على صعيد القنوات التلفزيونيه بنشوف مؤخرا اعلانات وناس طالعه بتتكلم عن منتجات مش عارف كركم ايه على زيت بذر الكتان على زيت حب الرمان، وتبقاش عارف مين ده اصلا وايه مرجعيته، وفي ناس بتنساق ورا هذا الكلام. فالى اي درجه الموضوع ده برضو غريبه فعلا بتتم وصفها؟ ف ما احنا قلنا الاعشاب لازم يبقى ليها فوائد وليها اضرار. ما اخدش المصدر الاعشاب او الحاجه اللي هستخدمها الا من مصدر موثوق فيه، دي نقطه مهمه. هو طبيب او حد عطار قديم فاهم، لانه بيبقى فاهمين الخلطات بتاعه الاعشاب. لان انا ممكن اخد حاجات بالضرر تعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي زي ما احنا قلنا، ممكن تعمل اسهال شديد وتخش مثلا في اعياء او جفاف. الحاجات دي مهمه، يعني انا ممكن اخد الحاجه بعد الاكل او قبل الاكل تفرق معايا جدا. يعني اخدها قبل الاكل بنص ساعه غير ما اخدها بعد الوجبه بساعه، اخدها بالليل غير اخدها الصبح. يعني في اعشاب ناخدها فتره مسائيه فقط ما ناخدهاش الصبح، لا في اعشاب ناخدها الصبح اكتر ما ناخدهاش بالليل، فدي بتفرق. وزي ما احنا عارفين الاعشاب او العلاج بالاعشاب هو طب تكميلي بديل، يعني مش هو الوحيد اللي بيعالج، هو تكميلي. وزي ما احنا عارفين ان هو اصلا بيخش في الصناعات الادويه طبعا. الادويه في ادويه كتير جدا مستخلصه من اعشاب طبيعيه كويس. فبالتالي لازم نبقى فاهمين ان في دكاتره بتشتغل على الموضوع ده، فبتطلع جرعات معينه بتتحط في كبسوله المريض بياخدها، او بتتاخد في صوره مشروب ده زي ما احنا عارفين، بس لازم تتاخد بصوره مقننه. اوكي. طيب، في لما كنا بننوه عن الفقره في كان ناس بتبقى باعته شويه اسئله، فنبتدي بقى نجاوب دلوقتي. هنبدا بمشروب حضرتك تقوله لنا للناس اللي عندها صعوبه في النوم، دي اول حاجه مبعوته، بدل ما يلجأوا للمنوم والحاجات اللي زي كده. في ناس فعلا غصب عنها ما بتعرفش تنام لاي سبب بقى نفسي عصبي او غيره، فنبدا بصعوبه النوم. البابونج من الحاجات المهدئه، البابونج بالظبط، وبتقلل التوتر، واخدها كل يوم بالليل كوبايه. هل النعناع برضو كده ولا ده مالوش دعوه؟ النعناع بس للناس اللي بتشتكي من ارتجاع مريء ممنوع النعناع تماما، بيهيج جدار المعده بس هو حلو للقولون، للناس اللي عندها انتفاخات او مشاكل في القولون النعناع كويس، بس اهم حاجه ما يبقاش عنده مشاكل مشكله في المعده. تمام. البابونج والنعناع، الكركم والكمون. ده يبقى كركم كوبايه سخنه يعني مشروب دافي او بيتحط على لبن. أوكي. كوبايه لبن او كوبايه زبادي وبحط عليها معلقه الكركم واخدها بالليل. كل الحاجات دي من الحاجات اللي لبن بالكركم تحفه. لبن بالكركم جربه هيعجبك جدا. هنجربه انا وانت مع بعض. لا هتجربيه وتحكي لنا. زي الزنجبيل باللبن، انت ممكن يعني معدي، لكن الزنجبيل باللبن له فوائد ممتازه، لان احنا زي ما احنا عارفين ان اللبن قيمه غذائيه متكامله. أوكي. فيها بروتين وفيها نشويات طبعا. وفيها دهون. فانت بتاخد وجبه متكامله، بس هي لو انت عندك مشاكل في الجهاز التنفسي او تراكم في البلغم في الصدر، لو حطيت عليه الزنجبيل انت لغيت الضرر ده. يعني أوكي. اللبن من الحاجات اللي بتزود تراكم البلغم او المقاط في الصدر. أوكي. لو حطيت زنجبيل هو طارد للبلغم. أوكي. موسع للشعب، فانت استفدت من ده واستفدت من ده. أوكي. فدي بتفرق جدا. نفس القصه بالنسبه للكركم، مقوي للعظام مع اللبن. وكمان مهدئ للاعصاب ومهدئ للتوتر. وبالمناسبه برضو خلينا نتكلم في الحته دي قبل برضو ما نروح لبقيه الاسئله اللي مع الهواند. في ناس برضو بتلجا للاعشاب، في اتنين من النقائد بيلجأوا للاعشاب، في اللي بيلجأ لها عشان يخس وبيتعامل مع اعشاب معينه، وفي العكس اللي بيلجأ لها عشان يزيد في الوزن. ففي الحالتين اللجوء للاعشاب صح اكتر من اتباع نظام غذائي معين ولا ده مع ده مثلا؟ لا، هو احنا لما بنلجأ للاعشاب زي ما احنا قلنا هو مكمل تكميلي وليس اساسي. فالشخص اللي عايز يخس ياخد الاعشاب إيه؟ كوصفات تساعده، حاجه تقلل له الشهيه، زي مثلا انا اخد قهوه خضراء او شاي اخضر قبل الوجبه بنص ساعه. أوكي. او اخدها بعد الوجبه بساعه تزود لي معدلات التمثيل الغذائي والحرق. ايه القهوه الخضراء دي؟ في قهوه خضراء زي الشاي الاخضر. القهوه بس قبل ما قهوه في قهوه بيضاء في الخليج. بالظبط. قهوه خضراء. بالظبط. قهوه الخضراء. القهوه البيضاء اللي هي العربي الهيل. طبعا. دي انا بحبها. لا دي موجوده هتلاقيها في السوبر ماركتس الكبيره كمان الخضراء. بالظبط. ومن دول جايه من دول مختلفه كمان. بالظبط. فهو ده بيزود معانا معدل الحرق او يقلل الشهيه لو انا اخدها قبل الوجبه. في مثلا ممكن احط كمون على ليمون واخده قبل الوجبه بنص ساعه، ده يخسس جدا. لا نكتب ورا حضرتك. كمون على ليمون. قال لك ده يخسس. واحد عدد حس كده بقى نكتب عدد واحد كركم على ليمون، ولا حضرتك قلت ايه؟ مش كركم، قال حاجه كركم ايه ده؟ كمون على ليمون. كمون على ليمون. يا سيدي اهو كلها اعشاب.
بس نص معلقه كمون. لو مطحون، لو مطحون بتعمل زي الشاي الكشري العادي خالص، ميه دافيه وتحط عليه، لو حصى يتغلي. لا نجيبه عادي، نجيبه مطحون. الناس اللي عندها ده او عندها ده ماشي. الناس اللي عندها مشاكل في المعده ما تاخدوش قبل الفطار، تاخدوا غدا وعشاء. قبل الغدا وقبل العشاء بس بنص ساعه. اوكي. طب والعكس بقى، اللي عايز يزيد ياخد، اللي عايز يزيد لا حاجات تانية خالص. ان احنا بنجيب حلبه مطحونه وبنستخدمها على اللبن، فول صويا مطحون ونستخدمه على اللبن. أوكي. بتدي قيمه غذائيه متكامله جدا للنحيف وبتحسن له الشهيه والتمثيل الغذائي اكتر من المكملات الغذائيه الباودر اللي بتباع في صيدليات. في باودرات بتحط فيها الحاجات دي. أوكي. هتلاقي مكتوب صويا بين او حبوب فول الصويا. أوكي. وفي حاجات هتلاقي مكتوب عليها الحلب. فهي المكملات الغذائيه بتبقى عباره عن بودرات فيها امينو اسيد، احماض امينيه اللي هم ال20 الاساسيين، وزياده عليهم اللي هو الاحماض الامينيه الغير اساسيه، وبتحط عليها بقى ايه الحاجات اللي بتساعد معايا في تحسين الشهيه، تساعد معايا في التحسين بتاع التمثيل الغذائي بتاع الجسم، فيبدا يبني عضلات احسن. اوكي. يعني هو مفعولها تجاه زياده الوزن جاي من فتح الشهيه. مظبوط. بتحسين التمثيل الغذائي لتكوين الكتله العضليه. اصل النحيف عنده مشكلتين، يا اما تكوين عضلي يا اما تكوين دهني. فهو الشخص ممكن يبقى عنده الدهون اعلى بس العضلات قليله. ايوه صح. فانت لازم تحسن له التكوين العضلي. لو الشخص عنده اصلا العضلات كويسه بس ما بيبنيش دهون كتير، فتبدا تشتغل على نسبه النشويات والسكريات ونسبه والاعشاب. مفيده في الحالتين؟ مفيده في الحالتين. اوكي كويس.